ملف التشريعات واحد من أهم الملفات اللي لازم نشتغل عليه بالمرحلة القادمة. صحيح أنه مجلس النقابة في الدورة السابقة اشتغل على مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات النقابية، بس كثير من الناس كان بيشوف هاي التعديلات تعديلات خجولة ولازم تكون أشمل وأعم. وعشان نعمل هذا الحكي لازم يكون في تشاركية لكل الأطياف النقابية والمهتمين، نقعد كلنا على طاولة واحدة نشوف كيف ممكن نطور التشريعات لحتى تتناسب مع تطورات المستقبل، خصوصاً الزيادة الكبيرة اللي عم بتصير بأعداد المهندسين في النقابة.